مشاركتكم لنا في مهرجان صوت الأرض الرابع. أقامت مؤسسة سومر للثقافة والفنون مهرجان صوت الأرض السنوي في سيدني، حيث تميز هذا العام بمشاركة فعالة ومتنوعة من مختلف الثقافات. ويعد المهرجان حدثا بارزا يجمع بين الفن والثقافة والتقاليد من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز التفاهم والتبادل الثقافي بين الشعوب. مهرجان صوت الأرض، والذي يحمل عنوان لهذه السنة إيقاعات السلام. مهرجان يتضمن العديد من الفعاليات، وهو متنوع الفعاليات والفقرات والبرامج. مشاركتنا اليوم نحن جوقة روح الشرق بسيدني، رح تكون افتتاح لمهرجان صوت الأرض، ونحن لنا الشرف نكون جزء مشارك بهاي الفعالية السنوية. يكفي انه اسم صوت الارض، وكل انت تعرف انه الانسان هو من الارض الى الارض. On behalf of Maynard Manoon, welcome to the Casula Powerhouse Arts Centre. شهد المهرجان عرض فيلم أقفاص مهجورة الذي يتناول قصصا واقعية من العراق، حيث جذب الفيلم انتباه الحاضرين ولاقى استحسانا كبيرا. ما بقى شيء، كل شيء يتعوض، كل شيء يتعوض بها، اهم شيء احنا سالمين. يمثل في كوكتيل او موزايك عراقي، يمثل الثقافه العراقيه، الفن العراقي الاصيل. ضمن هذا المهرجان أيضا العديد من الفعاليات الأخرى، مثل إلقاء الكلمات والأغاني والرقصات التقليدية التي عكست التنوع الثقافي للمشاركين. استمتعنا بهذه الأجواء، ودائما يعني من زمان كنا نحضر ولازلنا نحضر لهذه الفعاليات اللي قاعدة تترك أثر كلش طيب في نفوسنا وفي خاطرنا وفي عوائلنا. يعني كما تم تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت بشكل ملحوظ في إنجاح المهرجان، وتم تقديم جوائز تقديرية لهم كاعتراف بجهودهم وإسهاماتهم القيمة. في أرض وادي الرافدين أول حضارة عرفتها البشرية. لقناة العراقية محمد الخضير، أستراليا.